طيب، رئيس الوزراء العراقي صالح عبد المهدي قال في تصريح له بأن تهديد المصالح النفطية وقطع الطرق والموانئ يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات. يعني هذه الأمور التي يقوم بها المتظاهرون يعني تؤدي إلى خسائر كبيرة بالمليارات كما قال. أما الفساد والسرقات التي قام بها سياسيون كثر في العراق لا تتسبب أيضا بخسائر بالمليارات كما قال، كيف تعلق على هذا الكلام؟ عادل عبد المهدي هو جزء من المنظومة السياسية التي تفاجأت بما حصل في الشارع، ولعله السمة الغالبة على تصرفات الحكومة ومن يمثلها وعلى رأسهم عادل عبد المهدي هي التخبط. عادل عبد المهدي رجل متخبط لا يعرف كيف يتصرف، تصرفاته غريبة وعجيبة ولا تتوازى مع ما يحصل في البلد، وحتى تصريحاته، المتتبع لتصريحات هذا الرجل يجد أن هذا الرجل يتفوه بكلام ما يعرف ما قيمة هذا الكلام وإلى أين يؤدي أو حتى مآلات هذا الكلام. لذلك نرى أنه عادل عبد المهدي يقول هذا الكلام لأنه يعني ما عنده شيء قدمه للناس. الشارع يغلي، القتلى بالشوارع عشرات بل مئات القتلى، آلاف الجرحى. الأعداد الجرحى تجاوزت 12,000 جريح، القتلى تقريبا 300 قتيل. إلى الآن عادل عبد المهدي لم يخرج علينا ولا مرة بتصريح رزن رصين. يعني بماذا تفسر أكيد ذلك سيد علي؟ هل هناك نوع من الهيمنة الإيرانية مثلا، ربما كما يقول البعض ربما هناك هيمنة إيرانية على الحكومة العراقية والسياسيين العراقيين؟ هم الحقيقة يعني الهيمنة الإيرانية جزء من المشكلة، لكن الأمر آخر يتعلق بعادل عبد المهدي كشخصية، شخصية سطحية مهزوزة تافهة متقلبة، يعني جيء به وهو غير مؤهل لتولي هذا المنصب. هذه أساس المشكلة، أنه هذا الرجل مو شخصية يعني تمتلك عمقا أو تمتلك وعيا أو عقلا واسعا. ولكن الآن نتحدث عن مصير بلد بأكمله سيد علي، يعني هذا الكلام والصمت عن هذه الكوارث التي تحدث الآن في العراق هي تتعلق بمصير بلد كامل وشعب كامل. هذه الإشكالية اللي وقعنا فيها، أنه يعني على رأس السلطة وناس يعني ليس على مستوى المسؤولية، والنتائج يعني العالم كله يرى هذه النتائج.